كتاب الأنبياء. كتاب الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على شيخنا الحاضرين والسامعين. قال من البخاري كتاب الأنبياء، قال باب قصة يأجوج ومأجوج. وقول الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. ثم قال باب قول الله تعالى: ويسألونك عن القرنين. يا ابني خلاص احنا خلصنا كل هذا ولا ما خلصناهوش؟ نعم خلصناهوش. ماشي. قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. إلى قوله: إيتوني زبر الحديد. واحدها زبرة وهي القطع، حتى إذا ساوى بين الصدفين. يقال عن ابن عباس رضي الله عنهما: الجبلين والسدين الجبلين. قال: خرج أجرى. قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قط. قال أزبب عليه رصاصة، ويقال الحديد، ويقال الصفر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: النحاس. قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهر من أطعت له أروه. فذلك فتح أسطاع يستطيع، وقال بعضهم استطاع يستطيع. وقال الله تعالى: وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. أي ألزقه الأرض. ناقة دكاء لا سنام لها، والدكداك من الأرض مثله حتى صباع تهدى. قال: وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض. قال الله: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة: حدب أكمة. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت السد مثل البرد المحبر. قال: رأيته. قال: حدثنا يحيى بن بكير. قال: حدثنا الليث عن عقيلة. ماشي. وقال ابن خالد من سقاط الأزبك. قال عن ابن شهاب الزهري من في الحديث. قال عن عروة بن الزبير، هو من أوثق الناس في عائشة رضي الله عنه وأرضاه، من الفقهاء السبعة. أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رملة رضي الله عنه وأرضاه، رحم الله الجميع، عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاووس عن أبيه رحمه الله جميعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بيده 90. إخوتي الكرام، هنا ذو القرنين، يعني قالوا العلماء لما سمي بذلك؟ إلى سمي بذلك أنه حاز الكمال من نسب الأبوين، وقيل أنه دخل في الظلمة والنور، وقيل أنه وارى قرنين من الناس وهو حي يرزق، وقيل أنه مالك الروم والترك، وقيل كان على رأسه ما يشبه القرنين، أنه كانت صفحات رأسه من نحاس، ويجوز أن يلقب بذلك شجاعته. طبعا هو كل الكلام الذي تراه بعيدا عن العقل كلام من الإسرائيليات. يقال: لما دعا قومه ضربوه على قرنه الأيمن فمات ثم بعث، ثم دعاه فضربوه على الأيسر فمات ثم بعث، وفيكم مثله. وهذا يعني ذكره الطبري، يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على رأسه يوم الخندق، ثم ابن ملجم ضرب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه. وقيل أو ذو القرنين أنه بلغ قطري الأرض المشرق والمغرب، وقيل ملكاهما، وقيل أنه ملك الفارس والروم، وقيل كان ذا ضفيرتين من شعر، والعرب تسمي الخصلة من الشعر قرنا، وقيل كان له ذؤابتان
وقال ابن وهب كان له قرنان صغيران تواريهما العمامة، وقيل كان لتاجه قرنان، واختلف فيها هل كان عبدا أو ملكا أو نبيا على أقوال. أحدها وهو قول علي كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه ونصح الله فنصحه، ضرب على قدم الأيمن. ذكر ما سلف، ذكر ابن مردوية في من حديث عبيد الله بن موسى ابن بسام الصيرفي عن أبي الطفيل قال سأل ابن الكواء عليا فذكره، وأورده السيوطي في الدر المنثور. وذكر أيضا من حديث علي مرفوعا هو عبد ناصح، عبد ناصح الله فنصحه الله جل في علاه. وقيل أنه ملك وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هو ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب. أورده أيضا السيوطي في الدر المنثور. والقول الثالث فيه أنه كان ملكا قال عمر، وذلك أنه سمع رجل يقول يا ذا القرنين، قال عمر اللهم غفرا أما رضيتم أن تتسموا بالنبيين حتى استميتم بالملائكة. رابعا أنه نبي، رواه جابر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال كان نبيا، أو صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة أرفعه ما أدري ذا القرنين كان نبيا أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يجزم بذلك. ثم قال صحيح أشرت الشيخين ولا أعلم له علة. الحديث المستدرك. نعم، وقد وقع الخلف في نبوة الخضر ورقمان وعزير ومريم وأم موسى، هل كانوا أنبياء أو عبادا صالحين؟ وكل هؤلاء كانوا صالحين إلا الخضر فكان نبيا. ذكر ابن سينا وغيره ومن قال بنبوتي احتج بقولي إن مكنا له في الأرض. وروى ابن مردوية من حديث سفيان عن الفضل بن عطية عن عبد الرحمن بن عبيد بن عمير أن ذا القرنين حج ماشيا فسمع به إبراهيم الخليل فتلقاه، وكل ذلك لا أسانيد له. وروى ابن أبي شيبة في المصنف قيل عليه كيف بلغ ذو القرنين المشرق والمغرب، قال سخر له السحاب وبسط له النور ومد له الأسباب، وهذا في مصنف ابن أبي شيبة. نقف عند ذلك، وهو حقيقة الأمر نحن لا نجزم بذي القرنين هل هو نبي أو ليس بنبي، نحن لا نملك إجابة على ذلك صريحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال لا أدري أنبي أم لا. وقد قال الله تعالى وقصصنا عليه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وكلم الله موسى تكليما. فذو القرنين لا ندري هو نبي أم ملك أم غير ذلك، أو هو عبد صالح هذا بالإجماع، هل هو نبي أم لا نقف عن ذلك، لأنه ما في دليل يثبت النبوة إلا أن نبي قال لا أعلم، فنحن أيضا نقول لا نعلم. أكثر من الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله معدنا قبل العصر. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.